السلام عليكم مشاهدي الاعزاء. اليوم بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع مهم جدا. نسيت الكمامه، بقوه ما درناها ولفناها ما بقيناش كنردوا البال لراسنا. اليوم بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع مهم جدا. على ذكر الكمامه، الله يعفو علينا من هذا الوباء، من شر هذا الوباء، والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. صراحة الله يرفع علينا هذا الوباء، فريمون تغيرات بزاف ديال الحوايج، تغيرات بزاف ديال العادات كنا كنديروهم. صراحة الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء وترجع حياتنا عادية كيف ما كنا شحال هادي. اليوم بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع مهم جدا اللي هو بر الوالدين. سجلت لكم هذا الفيديو وانا عينيا منفوخين، وجهي منفوخ حيت خدامه الليل. هذا الشيء كله على وديت الوليدات. وعلى ذكر هذا الموضوع هذا بغيت نهضر معكم. فريمون راه بر الوالدين اهم حاجه. راه ما تهمكم فلوس، ما تهمكم حتى شي حاجه من غير رضا الوالدين. الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى كل شيء كيوصي على بر الوالدين، واللي معاه رضا الوالدين ما عمره ما يتخص. فريمون ثقوا فيا، ما عمره ما يتخص. كنسمعوا مؤخرا بزاف ديال الحالات ديال ضرب الابناء للاباء ديالهم ولا الامهات ديالهم، ولا حشومه وعيب وعار. انك تهز يدك على امك اللي هزاتك 9 شهور، حملات بك 9 شهور وهي كتنوض وتجلس بيك وتشقى بيك وتخدم، تمشي تجيب طرف ديال الخبز وهي حامله بيك، كتمرض بيك، كتصح بيك، يعني حشومه حتى تهز يدك عليها. فريمون خاص الانسان يراجع حساباته ويراجع نفسه. الوالدين ما كتعوضهم حتى شي حاجه، ثقوا فيا. فريمون راه النهار اللي كيطرقوا حسهم في الدنيا كيخوف. الا ما بقاش حسهم في الدنيا كتحس بواحد الفراغ كبير، واحد الفراغ ما عندوش الحد. الجنه كاينين جوج الابواب ديال الجنه، الاب والام. ملي كيكونوا عايشين كتخطاك حتى شي حاجه، غير دعوه منهم كتيسر لك الطريق وكتيسر لك الحياه، وكتحس بواحد الرضا وواحد النور وواحد الوالدين خيرهم ووجودهم شي حاجه عظيمه. شحال من واحد كيكون صغير كتهلا فيه امو، كتربيه، كتخرقو، كترضعو، كتعلمو يمشي، كتعلمو يهضر، كتعلمو ياكل، كتعلمو ابسط الامور، وكتعطيه من صحتها، كتعطيه من عمرها، كتعطيه من حياتها، من وقتها، كتخليه هو كل شيء، دنيتها، كل شيء في حياتها. ولكن النهار اللي كيكبر سيغتو الى تزوج، الرسول صلى الله عليه وسلم وصى وقال لنا امك ثم ابيك. وصى عليها ثلاثه الخطرات، امك ثم ابيك. الام سبحان الله قال لك الجنه تحت اقدام الامهات. راه الانسان مني كيبر بمو وكيبر بباه راه صافي، الدنيا كلها اللي بغاها كتعطيها ليه. فريمون ثقوا فيا. هاد الهضره هادي انا كنقولها لكم، بر الوالدين شي حاجه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى. راه غير الا نسات الام وهي حامله بالجنين ديالها، تخيلوا معايا حجم المعاناه اللي كتعاني الا بغات غير تنوض تقعد الدور الجهه الاخرى. الام كتضرب تماره والاب كيضرب تماره، وكاينين شي وليدات، الله يهديهم تيقول لك وانا شنو عطاني باك حيتاش فقير، شنو عطاك؟ واخا ما يعطيكش الفلوس راه عطاك داكشي اللي قادر عليه، هو دار اكثر من جهده باش يرضيك، باش يعطيك، باش المهم يقدر يكون ما عطاكش كلشي ولكن عطاك داكشي اللي عنده هو. الا ما عطاكش الفلوس عطاك الحنان، عطاك الاهتمام، عطاك الخوف عليك، يكون واحد الحب متبادل ما بين الاب والابن، ما بين الام والابن ولا البنت، تكون واحد العلاقه ديال واحد ديال التكافل الاسري اللي افتقدناه مؤخرا.
صراحة الله ما بقاش الإنسان ما عرفتش الوقت صغيرات بزاف، ولا الإنسان غره الدنيا تحسب له راسه. راه أقسم بالله أنا من نهار اللي مات بابا، نهار اللي مات الأب ديالي، حسيت بواحد الفراغ، حسيت بواحد جناح كنضرقني وحيد فريمون. حسيت بواحد الفراغ كبير، برغم الناس اللي كيبغيوك دايرين بيك الحمد لله، برغم حب الناس كاملين، برغم تتلقى بان داك الرضا اللي رضى عليك وهو اللي رضى عليا انا فريمون، وهو تيموت وتيرضي عليا فريمون. يعني عطاني واحد الدعم معنوي، وواحد خلاني انني نصبر وانني ندير على فراقه، نصبر على فراقه. مي تيقو فيا راه مني تيحيد واحد من الوالدين، راه حياتك كتحس بواحد الفراغ. واخا يكونوا الناس كيبغيوك، واخا يكونوا الناس مهتمين بك، ولكن راه الا يعني خسرتي غير واحد فيهم، ماشي راه هذه هي الحياه، سنه الحياه انه نعيشوا واحد النهار لابد كل نفس ضائقه الموت. يعني اللي كبر شان واللي صغر شان كل شيء غيموت، حتى واحد ما غيبقى فوق منها. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. هذا علاش بغيت نهضر معكم. الدنيا فايته، اللي عنده مو يبص ليها راسها صباح وعشيه، واللي عنده باه يبص ليها راسه ويديه صباح وعشيه. انا كنت دائما كنفيق الصباح بكري كنبوس لبيديه، كنبوس ليه يديه وكنبوس ليه راسه، وكندف بالحب ديالو. علاش؟ حيت كنت واعيه وعارفه بانه واحد النهار غيجي ما غنلقاهش حدايا، ما عرفنا شكون السابق. تنقول هاد الهضره ديك الساعات، يعني دابا بابا مسكين راه مات تقريبا نقول من شهر جوج، شي 8 شهور دابا، ولكن ما يتنساش. الوالدين ما تيتنساوش، الوالدين حنانهم ولا هضرتهم ولا حسهم ما كيتعوضش. تيقو بيا حتى حاجه ما كتعوض حنان الوالد. نكملوا لا فيديو على بركه الله. مشيت جبت ولدي من المدرسه وجيت حنا باقيين داوين عليه. يعني الام مدرسه كما قال ابو القاسم الشافعي، الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، الام روض ان اعنته بالري اراق ايام اراق. علاش انا قررت نهضر معكم اليوم في هذا الموضوع؟ القناه ديالي ماشي قناه الديكور بوحديها، ولا قناه ديال الفلوغات، ولا قناه ديال الماركتين وبزاف الحاجات، مي حتى التوعيه، حتى نبارطاجي معكم المشاعر ديالي، داكشي اللي انا عندي في الداخل ديالي. هبط شويه الريدو على ودي تشعدي الشمس. فريمون نهار زوين. نتمنى حياه كل واحد تكون بهاد النور وبهاد الاضاءه وبهاد الحب. خلينا نبغوا بعضياتنا. كيف ما سبق وقلت لكم، اللي عنده الوليدات كيكمل الفيديو بزز. ماما بغيت هادي، ماما بغيت هادي، حنا باقيين هاضرين عليه. فريمون بير الوالدين حاجه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى. باش ما نطولش عليكم، بغيت نوصيكم على حاجه مهمه بزاف، وهو انه الام كتعذب بزاف باش كتجيبك للدنيا. الام الا جبتي ليها الدنيا كلها في كفه ما غاديش تعوض هذاك، ما نقولوش المشاق والمعاناه والصحه وبزاف ديال الحاجات عانتهم باش هزاتك في كرشها وجابتك للدنيا باذن الله سبحانه وتعالى بطبيعه الحال. هذا علاش كنقول لكم رسالتي ديما كتكون للشباب. علاش؟ لحقاش الشباب هما المستقبل، ولا بد نوعيهم نهضروا معاهم. بعض المرات يكونوا غافلين. ممكن تعيط لك امك تقول لك مثلا ولدي جيب لي هذيك الحاجه، تقول لها وانت صدعتيني وكل مره وكل هذه. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا جميلا. شتي مني كتقول كلمه طيبه لوالديك كتجبر خاطرهم، وثق بيا ولا ثقي بيا،
ما عمرك ما غادي تحسي براسك انك محتاجه شي بر الوالدين. اعطي الا ما عندكش الفلوس اعطي الحنان. متفقين معايا؟ الانسان اللي عنده الفلوس مسك عليه الله تبارك وتعالى يعطي لوالديه. انت تعطي من لهنا وربي يعطيك من لهنا، ما عمرك ما غتخص فيكم. الحياه راها فايته، شوفوا الناس اللي حداكم، شحال من واحد مات، حتى واحد ما غيبقى خالد فيها غير هو، كل واحد وشنو دار فيها، كل واحد باش عمر الشكيره ديالو اللي غادي بها. ثقوا فيا، نتوما دابا صغار ولكن غدا غتوليو كبار وغتوليو مسؤولين وغتوليو اباء حتى نتوما ان شاء الله. راه تلك الايام دول نداولها بينكم، كيف ما درتي اليوم لوالديك غدا غيديروا لك وليداتك وهي غاده. ما تقلقش من والديك وتقطع لغاهم وتقول حقا ظلموني، واخا يظلموك ولكن الداخل راه ما يبغوش لك الاذى. الوالدين تاش فوق الراس، ما كنحسو بهم حتى كنخسروهم، ومني كيغطيهم التراب مستحيل يرجعوا مره اخرى، الا الذكرى ديالهم هي اللي كتبقى ترسخه في العقل. الا كنتي مرضي الوالدين ثق بيا، ما عمرك ما تخيب، دائما في ما مشيتي تربح، حيت دعوه الوالدين كل ما كنتي مرضي الوالدين كل ما كتكون ما تخصش. فين ما مشيتي ربي تيسهل عليك وتيحل لك البيبان اللي معكسين. هذه تجربه شخصيه، راه ماشي مجرد هضره وماشي مجرد شعارات. دوق جرب رضات الوالدين، رضات الوالدين كنز ما تيحس به الا اللي تينعم به. الام كتهز ولدها 9 شهور كتوحم به، كتمرض كتشد الفراش، كتقدر تكون مسكينه خدامه الليل ولا النهار 9 سوايع في النهار، وتجي للدار وتخدم وتبدا ازيرو باش تربي وليداتها وتعتني بهم وتحفظهم وتقريهم وتربيهم باش تربيهم تربيه حسنه باش يخرجوا ناشئين، تخرج للمجتمع منتوج. الا بغيت نبسطها لكم، تخرج للمجتمع منتوج اللي هو زوين، منتوج اللي هو راقي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعارفوا تكاثروا فاني مباهي بكم الامم يوم القيامه. عرفتوا هذه الكلمه، هذه الجمله، هذه شنو كتعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالتكاثر وبالتعارف وبالتربيه الحسنه، حيت الا ولدتي وليد واحد وربيتي تربيه حسنه وخرجتيه لهذا المجتمع زوين، فكيكون المجتمع زوين وتيكونوا الوليدات حلوين وتتكون الحياه حلوه وتتكون سهله. ولكن الا نتجتي ولد ولا بنت وما ربيتيهش وخرجتيه لهذا المجتمع، ما عطيتيهش الفاكسان اللي خاصه، الحقنه اللي خاصها شنو هي؟ هي التربيه الحسنه، هي النصائح، وخرجتيه لهذا المجتمع، فثقوا بيا لا انت لا المجتمع ما في خير. خاص هذاك الوليد اللي غادي تولده تحسن تربيته، تختار ليه سمية زوينة وتربيه تربية حسنة باش ملي تخرجوا لهذا المجتمع تخرج واحد المنتوج اللي هو زوين. يعني منتوج على منتوج كيعطيو منتوج زوين، كيكون المجتمع زوين، تيكون المجتمع تيملؤ الحب السلام، ماشي تخرج ليهم مجرم اللي يغتصب اطفال ابرياء، مجرم اللي يتعرض للمرأة كتخرج في الفجر تخدم كيتسناه هو حتى لاخر الشهر ويتعرض ليها ويسرق هذيك الخلصة اللي ضربات عليها سمارة الشهر كامل. مجتمع خالي من العيوب، خالي من الجرائم،
هو الانسان راه ما كاينش واحد الانسان طيب 100%، ولكن على الاقل غير نقصه من العيوب، نقصه من الفساد، نقصه من حلال الاخلاق والقيم. على الاقل نحافظوا على شي حوايج اللي ترباو عليها جدودنا وابائنا، بلا قرايه بلا تكوين اكاديمي. التربيه الحسنه هي كل شيء، فريمون هي كل شيء. ويلا ربوك والديك، راه الانسان ملي كيقرا ملي كيتربى في الدار، الدار كتربي والمدرسه كتربي والمجتمع كيربي. سكيل في خصنا ناخذوا الحوايج الزوينين ونرميو الحوايج الخايبين. راه عندنا العقل، هذا العقل هذا علاش عطانا الله سبحانه وتعالى، باش نميزوا ما بين السيء، ما بين الحاجه المزيانه والحاجه الخايبه. واهم حاجه هي بر الوالدين. الا كنتي مرضي والديك ما عمرك ما تخيب. الا كنتي مرضي والديك في الصباح من الناس تكون خارج غادي للمدرسه ولا غادي للخدمه، غتقول لك امك الله يرضي عليك ولدي، الله ينقي طريقك من الشك. شوف هاد الدعوه هذه شحال هي زوينه، برغم البساطه ديالها. بلا دعوه الوالدين ما نقدروش نعيشوا، يكذب عليكم الكاذب. راه واخا توصل ما نعرف فين وصلتي، وغتهبط اسفل السافلين بدعوه والديك. الا تيسرات لك فعرفها من رضا الوالدين ورضا الله، ولا رضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. الله سبحانه وتعالى امرنا باش نطيعوا اولي الامر كيف ما كان، نطيعوا ونكونوا مرضيين بلا عقد، بلا ما تسناو المقابل. داكوغ، بلا ما تسناو المقابل، نعطيو اعطي والله سبحانه وتعالى يعطيك. انت تعطي من لهنا والله تيعطيك من لهنا، وما تعرف الخير منين جاك. ما نكذبش عليكم، الحمد يجبرش عليا ملي تجبد هذا الموضوع هذا. فريمون حيتاش الوالدين هبه من عند الله سبحانه وتعالى. انا كنت متعلقه بزاف ببابا، كنت متعلقه به لواحد الدرجه ما كتصورش. وفين ما مني مات مسكين، فين ما كان نحس بصعوبه ديال شي حاجه، كنحلم في الليل كنحلم به واقف معايا كيجري معايا. سواء كنت مريضه ولا كنت صحيح ولا كان عندي شي غرض باغي نقضيه، ولا كنلقى بابا مسكين واخا هو ميت واقف معايا. فريمون هذيك الصوره ديالو وهو في الانعاش كيموت، وحل عينيه بالاكسجين، وكانوا دايرين ليه داك الادرينالين، كانوا كيدكوا ليه الادرينالين كيدوزوها له في سميتو باش كي غياجي معانا وكيهضر وكيحل عينيه. فاق و تيقول لي الله يرضى عليك بنتي، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. تصوروا حتى وصلت توصلت للباب ديال برا، وانا كنسمعو كيقولها من حر الالام اللي فيه مسكين. سيرضى عليا وما تصوروش، اقسم بالله الا واحد الراحه، برغم انه الفقدان فراقهم صعيب، ولكن ملي كتلقى شي حوايج بحال هكا تيواسيوك وتيدعموك. فين ما كتكون عندي شي حاجه، كنمرض ولا كتكون عندي شي مشكل ولا كنلقاه كنحلم به في الليل واقف معايا كيجري معايا وكيهضر معايا. حيت رضا الوالدين راه ما تيوقفش ملي كيموتوا، كتبقى روحهم معاك فين ما مشيتي، مسانداك، رضاتهم ديما كتكون مدفياك. راه اللي عنده امو باه يحمد الله ويشكره، هذه بوحديها خير كبير وهبه كبيره من عند الله تبارك وتعالى. اللي عنده والديه يسهل الله فيهم ويبر بيهم. الا ما عندوش الفلوس يقول غير كلمه طيبه، غير كلمه طيبه، ولا سمع شي حاجه ما عجباتوش يكتمها في قلبه. فان صبرتم لهو خير لكم، غير صبروا
وما عمركم ما غتخسوا. هادشي علاش اليوم جيت نهضر لكم على هذا الموضوع، حيت فريمون رضا الوالدين هو اهم حاجه. ما تغركمش الفلوس، ما تغركمش الصحه، ما تغركم حتى شي حاجه. البر، بر الوالدين هو اهم حاجه. انا تنصح كل شاب، كل شابه مقبلين على الحياه انهم ما يردوش الهضره على والديهم، ما ينكدوش والديهم، يخلوهم فرحانين، يفرحوهم ولو ابسط الامور غير تليفون. بالنسبه للي مزوجين عيطوا غير في التليفون، سولوا. الحمد لله دابا راه التعبئه، راه لابون مورا ولا داكشي رخيص، وسائل اتصال ولات موجوده على الواتساب. نعيط ليهم شاك جو، نسول فيهم، نسول فيهم وننسى، ننسى الخلافات وننسى المشاكل. كلشي تافه، كلشي تافه، كلشي تافه، حتى حاجه ما كتستاهل، كلشي تيفوت، حتى حاجه ما تسبق الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام. الوالدين مهما عاشوا معاك ومهما عشتي معاهم، واحد النهار يا غدرق يا غيضرقوا، وديك الساعات واخا غتندم حيت لا ينفع الندم. فمن هذا المنبر هذا رساله موجهه للجميع، وكاع اللي كيشاهدوا قناه عالم سمي الابداع والديكور، والناس اللي كيشاهدوا القناه لاول مره، كنقول لهم تابوناو فلاشين ديالي باش دائما يوصلكم الجديد. خصكم عالم سمي الابداع والديكور دائما كتبارطاجي معكم كل ما هو جديد ومفيد، واي حاجه حسيت بيها واخا ما تكونش دي طرافو اللي كندير ولا الديكوراسيون ولا الاعمال ولا المشاريع ولا اي حاجه، كنبغي نبارطاجي معكم حتى الافكار، حتى التجارب، حيت فريمون شي حوايج انا مريت بهم. صراحه الله شي حوايج مريت بهم انا، ماشي بالضروره تستافد من التجارب ديالك، عاد 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 دير بها. نشوف الناس، نتعلم من الناس داكشي اللي عاشوه الناس، داكشي نتعلم منه ونطبقه ونستافد منه، ماشي بالضروره انا ندوز من واحد الطريق ونتعذب ونعاني. نسمع غير واحد داز من هذيك السكه ما ندوزش منها انا الا كان فيها الاذى. الله يبعد علينا وعليكم الاذى. وشكرا، شكرا للاستماع ديالكم ومتابعتكم لهذا الفيديو هذا. واللي عنده امه باقي عايشه يفرح، راه باب من ابواب الجنه، باب من ابواب الجنه. واللي عنده باه باقي حي يمشي بربيه، الا ما عندوش الفلوس يعطيه غير الحنان، يسول عليه. اللي ما عطاش من القليل ما يعطيش من الكثير. دونك انا سنقولها لكم من هذا المنبر، اللي عنده امه باه يمشي يبوس لهم راسهم ويديهم ويدفى بحبهم، راه حتى حاجه ما كدوم. فريمون تيقوا فيا حتى حاجه ما كدوم، الكلام اللي كيكون خارج من القلب كيمشي للقلب. وكنبغيكم الف تحيه.